هذه الفين درهم فقط. هذه الفين درهم شو بس هي أنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى الله وشكرا سيرا فحاتي الله بالله تتمنى أفكر تبارتج والفيديو والحدادية جينا أفكر الله اللي كان السهل اللي فيها تبني أتحاف أبو رئيس ديتها وعلى حديثة القصة عن الجديدة كان كتبلي أنا أخوي السر ولي كنقر عملي أنا أفتح وأنا أخذ مثل هنا ونشي وأنا أتمنى في الكلمة ونقوله بأنه إحنا كنا مغربة والراجل ما تتعبش والراجل دين في الفاس وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان راعيا للغنم هذا السيد الكون فلن تواصل معها فكتب لنا مريد العملية شديد ونفو أطرم وقت والآن نبنى من كازا فشيك العملية وشرح مولا في النهاية راكب التفاصيل دوائي دوائي عندك السبب ديالك تمشي تجيب لك عندي هنا معنا اخوتي العزاز من الاول حتى النهايه حنا جبناه من الرباط حتى لكازا ما سمحنا فيه ما والو خويا عبد الله مسكين واحد الانسان اللي هو درويش بزاف وحنا تنعشق الدراويش وتنعشق الانسان البسيط انا هكا داير
كحنا رأي الجمعية الملكية المغاربة بأوروبا إن شاء الله غادي نعاونوا كل شيء، ولكن وحدة وحدة ما نقدرش نعاون كل شيء. كل شيء باغي المعاونة وكل شيء باغي الفلوس وكل شيء، وأنا تشرح ما نقدرش عليها أخوتي، لأن أنا جيت نعاون هذا الشيء كل شيء خصوص من عندي عصا سيدنا موسى نضرب غادي يطلعوا الفلوس. إذا أخوتي وحدة وحدة الله يجازيكم بخير. ولا شفتوا واحد إنسان درنا له عملية أو واحد إنسان تنقد خصك تفرح له بأنه حنا حيدنا واحد نقدنا واحد. إذا خويا عبد الله بغيت نسولك شحال كتصور في الشهر؟ كتصور وين فما 70 درهم. إذا أنا دابا ما عنديش، دابا أنت إذا جلستي تجلس أونبار، ولكن ما نخليوكش أخويا عبد الله. أنت أنت واحد الله ها جوج ها ثلاثة أربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة ها ثمانية ها تسعة ها عشرة، هذه 2000 درهم أخويا عبد الله. هذه المحلة اللي درت 20 يوم تجلس ها هي أنا عطيتها لك. أخويا كنشكرك أخويا بزاف تنشكروا الناس الاطباء ديال مستشفى ابن سينا في الرباط، تنشكر الاخ ابراهيم اخ عبد الباسط جميع الدكاتره رحبوا بنا تعاملوا معنا معامله ما عندكش شي راه شي تنشكر الاطباء كاملين اللي كيفاش تعاملوا معايا مزيان من كل من فوق حتى لتحت عثمان السي ابراهيم عبد الباسط يوسف اللي خدم في البنكه شكرا بزاف اخويا ناصر توقف معنا يسيوس الله يجازيك بخير وخلي معاهم من الاول حتى الاخر الله يعطيك الخير. وكنشكر الجمعيه الملكيه اللي في اوروب الله يعطيكم الخير الله يسر لكم. تهرش تحس براسك انسان راه شدينا رونديفو في ظرف يومين ثلاث ايام بدا كل شيء كلام. اذا اخوتي هذه القيمه اللي ولات عندي في البلاد والقيمه راه ماشي انا اللي درتها، راه نتوما اللي درتوها ليا، لان الحمد لله السمعه ديالي كبيره وتنحاول نحافظ عليها باش بديت باش نسالي. واللي بغى يقول شي حاجه خليه يقولها لانه كاين الله سبحانه وتعالى. فاذا لم تجد حسان فاعلم فانك انت انسان فاشل. في شي كلمه راه ماشي تهضر والله ما كايناش فيها انسان طيب وجميل وراه وقف معايا وقف معايا من الاول ما كاينش وقف معايا توسط انا تفتحت الحمد لله بخير وعلى خير. كنفتح على الفتح الفتح الله يجزيه بخير باش نريح الله يرحم الوالدين. شكرا عبد الله يا الله يعاونكم ان شاء الله ولي فراسكم كاملين دائما شعارنا والله الوطن المالي ما شاء الله عليكم وبارك على سيدي يا عبد الله.